متواصلة في غزة. هذه المرة واضح أن المقاومة هي التي بدأت الرد على عدوان في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وكانت ضربتها الأولى. هذا بالتأكيد يعطيها بعدا شعبيا معنويا عميقا بالرغم من كل الضغوطات. ولكن أيضا دكتور عدنان، بما أن المقاومة حددت ساعة الصفر هذه المرة، يبدو بأنها ليس لديها خيارات كثيرة بقبول أي شيء تحت الهدف الأساسي الذي من أجله أطلقت هذه العملية، وهو القدس المحتلة. هل برأيك من الممكن بعد مضي أيام على هذه العملية العسكرية أن تقبل المقاومة الفلسطينية في غزة بوقف لإطلاق النار دون يعني التوصل إلى حل جذري لقضية الشيخ جراح ولأهالي القدس المحتلة؟ شوفي، هذا يعني سؤال افتراضي وقابل للنقاش، لكن المقاومة الفلسطينية التي أطلقت هذه الهبة إسعافا للشيخ جراح وإنقاذا للمسجد الأقصى والقدس المحتلة، واضح أنها تحملت ثمن الأكبر في هذه المواجهة. الآن دور القوى الفلسطينية والسياسية والعربية والإسلامية لتدعي أنها الوصية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، الجامعة العربية، المنظمة المؤتمر الإسلامي، السلطة الفلسطينية. المقاومة زالت رأيها أن هذه المواجهة يجب أن تطوى صفحتها بتعهد صهيوني إسرائيلي بعدم التعرض لمسجد الأقصى والشيخ جراح. وأظن أن هناك وساطات تجي في المنطقة لمحاولة إغلاق أو تغيير ملف الشيخ جراح إلى شهر آخر تحت ذرائع المحكمة والقرارات القضائية. الموضوع القدس يبقى موضوعا عالقا. بالأمس فقط أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بإغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين، وهذا أمر يعد إنجاز للمقاومة. الآن فيما لو تم طي صفحة العدوان وبعد أسابيع تم استئناف الاستقتحامات الاستيطانية، ليس معقولا أن تدفع غزة من جديد ثمن هذا الاقتحام. غزة هي البقعة الجغرافية الوحيدة من كل العالم الإسلامي التي هبت لدفاع المسجد الأقصى والقدس المحتلة وشيخ جراح. الآن هناك بقعة جغرافية أخرى، الضفة الغربية، الدول العربية، الدول الإسلامية، مهم أن تستفيد. وفي المقابل دكتور عدنان، هبت كل بقعة في فلسطين للدفاع عن غزة. اليوم هناك إضراب شامل في كامل الأراضي الفلسطينية سواء في الداخل أو في الضفة الغربية. برأيك يعني يؤثر، ستكون له نتائج جيدة على هذه الجولة من التصعيد وعلى غزة، على الوضع في غزة بالتحديد؟ ما هي توقعاتك لهذا الإضراب؟ شوفي، نحن في اليوم التاسع لهذا العدوان، وصدقيني أن هناك السمات وخصائص كثيرة جدا جدا تفوق ما قدم ودرس في وجهات سابقة. لم يحصل أن هبت فلسطين، كل فلسطين من أقصاها إلى أقصاها، من رأس الناقورة شمالا إلى أم الرشراش جنوبا، من جنين شمالا إلى رفح جنوبا، في هبة واحدة تتضامن مع القدس المحتلة وغزة المحاصرة المدخنة بالجراح. هذه هبة مواجهة خرجت للدفاع عن القدس وليس لشيء آخر، ولذلك جدير بالقدس أن يهب كل الفلسطينيين في الضفة الغربية، القدس المحتلة، قطاع غزة، فلسطيني الداخل، الشتات لتضامن. واليوم الثلاثاء 18 من مايو أيار يوم تاريخي، يتضامن كل الفلسطينيين في كل مواقع الجغرافية والداخل والخارج والشتات للذود عن الأقصى وتضامن مع القدس المحتلة. هذه الحقيقة مرحلة مفصلية تاريخيا لم يسبق أن تضامن الفلسطينيون، كل الفلسطينيين، وطووا صفحة خلافاتهم الداخلية.